مو 3%، احنا نتكلم عن 40 دينار هي اكثر من 3% لاكثر من 90 و80% للمتقاعدين مع الرئيس. وهذا الشيء ليس بالسهل مع الرئيس، لا احد يستصغر مثل هذه الانجازات، ولا احد يقول ان هي خاصه للمتقاعدين، ولا احد يقول ان هي غير ذات الطموح، بالعكس هي اكثر من 3% ان كنا ان نكون واقعيين مع الرئيس. وهذا في الميزانيه، وكما هو واضح عندكم، وكنا طبعا كنا نطمح لاكثر من ذلك، لكن مثل ما قال سعادة معالي وزير المالية، لن نقول أن هذه الميزانية بتحل كل مشاكل البحرين، هي خطوة للأمام وخطوة في الطريق الصحيح. أيضا معالي الرئيس، تم زيادة رواتب الموظفين في القطاع العام. أنا أقول لك شخصيا معالي الرئيس، إحنا كنواب لما نقول الرواتب بيننا وبين بعضنا كنا نستصعب هذا الإنجاز ونعرف الأوضاع الحالية، وكنا أيضا نخشى أن إحنا نصرح فيه، ولكن هو اليوم إنجاز متحقق على أرض الواقع، وهو إنجاز اليوم نصوت عليه معالي الرئيس. أيضا معالي الرئيس، المعاقين صدر قرار من سنوات للإعاقات الشديدة أن نزيدهم 200 دينار، اليوم بالتوافقات مع الحكومة الموقرة حققنا هذا الإنجاز المشترك. هناك العديد من المبادرات معالي الرئيس ستكون للقطاع الخاص، البعض الكثير من الأخوة النواب ذكر أين القطاع الخاص، وأتمنى من الأخوة في تمكين أن يبينوا هذه المبادرات الكبيرة وكيف كان هناك اهتمام مشترك حول هذا القطاع الخاص في اجتماعات اللجنة المشتركة مع الرئيس.